من المديرين الفنيين الاكفاء والمميزين في الكره المصريه كابتن طارق العاشري، واساله برضه رايه في الشكل اللي ممكن منتخبنا يظهر بيه في الفتره القادمه او في المباراه القادمه او اولى المباريات. يعني عندنا مباراتين، المباراه الاولى هي الاهم بالنسبه لنا، وبالتالي كابتن طارق العاشري يديني رايه في هذه النقطة، وفي نفس الوقت طبعا كابتن طارق كمدير فني لطارق الجيش اخد رأيه في مباراة النهاردة والتعادل السلبي 0-0 مع المقاصة. كابتن طارق تحياتي ليك كابتن. كابتن فاروق تحياتي ليك، وحشني جدا وكل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن طارق. يعني النهاردة هكلمك في مباراة اليوم الأول، وبعد كده هاخدك لمنتخب مصر اللي طبعا كلنا يعني مهتمين من دلوقتي لغاية إن شاء الله يوم المباراة إن شاء الله ناخد رأيك في الشكل اللي ممكن يبقى فيه منتخبنا. النهارده المباراة كابتن التعادل السلبي هل هو مرضي لحضرتك كابتن، ولا شايف إن كان كابتن طارق؟ ألو كابتن فاروق. كابتن طارق سامعني؟ سامعك كده. بقول لحضرتك التعادل النهارده هل هو مرضي لكابتن طارق، ولا أنت كنت شايف المباراة ممكن كانت تكون لصالح الطلائع النهارده بشكل أكبر وثلاث نقاط يبقى ليكوا كابتن؟ هو طبعا للأسف إن إحنا فقدنا نقطتين مهمين، لأن إحنا المباراة أعتقد من بدايتها واحنا مسيطرين عليها بشكل كبير. في فرص اتخلقت وللاسف احنا ما ترجمناش لسه، الحته ديت يعني بعيده شويه عندنا. بالنسبه للولاد محتاجين فوز واحد بس يعيد الثقه للولاد مره اخرى، لكن الاداء بتاع الولاد بيتحسن بشكل كبير جدا جدا، فانا بشد على ايديهم وبقول ان شاء الله باذن الله تعالى القادم افضل. الدوري لسه طويل وان شاء الله باذن الله تعالى المباريات القادمه نركز فيها بشكل كويس. انا عارف الرابطه يا كابتن ما كانش كافي يا كابتن انك يعني للامور دي تبقى تتعالج، او فكره الهجوم يبقى عندنا في فعلا قصور شويه على الناحيه التهديفيه، فهنعالج دي بشكل كبير جدا خلال الفتره يعني. بس طبعا غياب ميدو الفتره اللي فاتت ديت يعني لسه داخل من اسبوع، احمد يمكن سمير عنده بعض الاصابه في الركب كويس جدا خاصة على الصعيد التهديف، فيكتور اللي لسه يعني اللعيب الافريقي اللي لسه منضم ما بقالوش اسبوع مع الفريق لسه ما حصلش، هدول ان شاء الله باذن الله مع الوقت هنسجلهم بشكل كبير جدا وهنعود لحاسة التهديف اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي ان شاء الله. عندكم مين يا كابتن الماتش الجاي ان شاء الله؟ فاركو. ماتش برضه صعب، كل الفرق صراحة كابتن ماتشات صعبة، دوري صعب جدا يا كابتن فاروق النهارده خاصة بعد الشهر ده، كل الفرق زي ما انت شايف كده تعدت بشكل كويس جدا جدا منها اللي دعم النهارده، حتى انت شفت مباراة اسكو كامباني مع الاتحاد لسه كابتن، المباراة الندية بين الفرقتين مش دارمة، في سوق جديد جدا لفريق اسبر وكان ند كبير جدا لنادي الاتحاد، وبراحة حتى مع المقاصة النهارده كان في برضه ندية كبيرة جدا مع المقاصة. يعني انت ما تقدرش تقول ان في فوارق كبيره جدا بين انديه الدوري. والمستوى الفني يا كابتن طول ما المباريات مستمره الشكل بيختلف طبعا بالنسبه للدوري، بعد استمراريته ما فيش شك هيعلى. صحيح يا كابتن صحيح. طيب خليني اخدك